مشاهدينا متابعي موقع تحيا مصر في كل مكان، اهلا بحضراتكم في لايف جديد. صباح الخير عليكم، يعني مكملين معاكم التغطيه الخاصه بالتحيات الخاصه بالفنان محمد فؤاد في النيابه العامه. الفنان محمد فؤاد الان يعني لحظه بنرسل مع حضراتكم لحظه خروجه من سرايا النيابه بعد اجراء التحيات معه اللي دامت لاكثر من 6 ساعات. التحيات بدأت في تمام الساعة 7:30 مساء و يعني مستمرة حتى الآن، وقرار طبعا بإخلاء سبيله، ولكن حتى الآن مش عارفين هيتم إخلاء سبيله من هنا من النيابة أم من اسم الوالي. عربية الفنان محمد فؤاد أمام حضراتكم دلوقتي، هي بتتحرك للدخول للجراج الخاص ب يعني الجراج الخاص ب المحكمة أو النيابة ليركب فيها من جوه ويطلع مع العربية. بنرصد لحضراتكم لحظة خروج الفنان محمد فؤاد من سرايا النيابة بعد إجراء التحقيق معاه اللي دام لأكثر من 6 ساعات متواصلة. مشاهدينا متابعين موقع تحيا مصر في كل مكان، موجودين مع حضراتكم بنرصد لحظه خروج يعني الفنان محمد فؤاد. عملت ايه يا عم؟ يعني لحظات قليله بتفصل الفنان محمد فؤاد من خروج من النيابه بعد التحيات دامت. الخروج من سرايا النيابه بعد تحيات دامت لي 6 ساعات. طبعا تامين قوي جدا هنا داخل يعني امام محكمه يعني محكمه زينهم نيابه غرب القاهره. مشاهدينا متابعين موقع تحيا مصر في كل مكان، مكملين معاكم لحظه بلحظه، نرسل لحضراتكم لحظه خروج الفنان محمد فؤاد من النيابه بعد تحيات دامت لست ساعات. تحيات دامت لست ساعات في نيابه غرب القاهره. الفنان محمد فؤاد وصل للنيابه او وصل هنا في تمام الساعه 5:00 وبدات التحيات معاه في تمام الساعه 6:30، ثم بعد ذلك يعني التحيات كانت يعني طويله شويه لاكثر من 6 ساعات، والان لحظه خروج الفنان بننتظرها معاكم. في باب تاني خرج من الناحيه التانيه، بيقول خرج من الناحيه التانيه. وضحنا لحضراتكم ان التحيات بدات في تمام الساعه 6:30، ثم بعد ذلك يعني كان معاه 3 شهود، ابرز الشهود كان المنتج احمد ايوب والمطرب احمد جوهر. كان ليه لقاء خاص بيهم ووضحوا ان هو اتظلم. السيارات دلوقتي يعني بتمشي كده مش عارفين. طلع عجبك؟ لا بقول لك خلاص. يعني مشاهدينا في كل مكان منتظرين معاكم هنا لحظه خروج سياره الفنان محمد فؤاد من يعني
يعني نرصد لحضراتكم لحظة خروج الفنان محمد فؤاد من سرايا النيابة بعد تحقيقات دامت لأكثر من 7 ساعات. مشاهدينا متابعين موقع تحيا مصر في كل مكان، موجودين مع حضراتكم هنا من يعني نيابة غرب القاهرة، وهي محكمة زينهم لمتابعة التحقيقات الخاصة بالفنان محمد فؤاد في القضية المشهورة إعلاميا بالتعدي أو المحاجرة مع طبيب عين شمس اللي كان موجود في مستشفى عين شمس التخصصي، وتمت المشاجرة بينه وبين الفنان محمد فؤاد. عربية الفنان الآن تخرج من يعني تخرج من سرايا النيابة، وفي انتظار خروجها يعني بيخرج كده وكيل النيابة واحد تلو الآخر، ثم بعد ذلك في انتظار خروج الفنان. وكيل النيابة مخرجش. يعني لحظات قليلة تفصلنا عن خروج الفنان محمد فؤاد من الجراج الخاص بنيابة غرب القاهرة. دخل الفنان للمحكمة في تمام الساعة 5 مساء، ثم بعد ذلك يعني استمرت أو بدأت التحقيقات في تمام الساعة 6:30 مساء، واستمرت التحقيقات إلى تمام 10:30 مع الفنان محمد فؤاد أو ما يقرب من الساعة 11. وبعد ذلك يعني كان للفنان محمد فؤاد أن يرتاح قليلا، وتبدأ الشهود مرحلة التحقيقات، شهود العيان، 3 شهود عيان استحبهم الفنان محمد فؤاد إلى نيابة غرب القاهرة. 3 شهود عيان كان أبرزهم الفنان أو المطرب أحمد جوهر والمنتج يعني أحمد أيوب. فثلاث شهود عيان زي ما وضحنا لحضراتكم، وبننتظر الآن خروج الفنان من النيابة. مشاهدينا متابعين موقع تحيا مصر في كل مكان، موجودين معاكم هنا من يعني من محكمه زينهم ل يعني رصد ما يجري هنا داخل نيابه غرب القاهره في التحقيقات الخاصه بالفنان محمد فؤاد في التهم الموجهه ليه بالسب والقذف والتعدي على يعني الطبيب عين شمس التخصصي. لحظات قليله تفصل الفنان محمد فؤاد الان عن الخروج. قليلة تفصلنا عن خروج الفنان محمد فؤاد بعد إجراء التحقيقات معاه اللي دامت لست ساعات متواصلة من التحقيقات مع الفنان ومع شهود العيان أكثر من 3 ساعات. يعني المحامي ياسر الهضيبي كده بعد سبيل الأستاذ محمد فؤاد واستدعاء طبيب المستشفى. إخلاء سبيل الفنان محمد فؤاد. إخلاء سبيل الفنان محمد. من سرايا الاسم. من ديوان الاسم. من ديوان الاسم. واستدعاء الطبيب. ليه من ديوان الاسم؟ المعالج. ليه من ديوان الاسم؟ للحالة المرضية اللي اتهمه ب3 اتهامات. إيه هما ال3 اتهامات؟ اتهامه بالضرب، واتهامه باستعمال القوة كموظف عمومي ضد مواطن، والاتهام الثالث الإهمال الطبي. يا سبيل، يعني إحنا بقى لنا 8 ساعات. احنا في الاخر هنقعد ناخد تصريح من حضرتك ونمشي ونصور العربيه وهي خارجه؟ طب احنا عايزين نعرف برضو اهم ال3 ساعات، يعني كده يعني في ارهاق كبير على 8 ساعات. دكتور احمد اتضع عليك ارهاق كبير يا دكتور، في ارهاق كبير عليك بعد التحقيقات. الحمد لله الحمد لله. ما عايزين نعرف ايه اللي حصل جوه وايه اللي جرى، يعني ابرز ما حدث. يعني زي ما المشرف سمعوا كل الشهود
في العديد ياسر هو اللي هيقول كل حاجه. كان في العديد من الاتهامات للطبيب ودي طولت الاتحاد وكان في شهود كتير على الواقع واخد بالك دي طولت الاتحاد في شهود كتير على الاعتداء منهم احمد الجوهر منهم الفاز اللي خدهم المستشفى اربع شهود منهم اساميهم الاستاذ احمد جوهر الاستاذ الدكتور احمد ايوب احمد مدير اعمال فنان محمد طارق فؤاد الاستاذ